أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وتبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الخوف ثمرة الإيمان، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الرقراق في العناصر المحددة التالية. أولا، الإيمان الذي يثمر الخوف. ثانيا، حقيقة الخوف. ثالثا، ذلة من بستان الخائفين. وأخيرا، فلنحسن الظن بالله رب العالمين. فأعيرون القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الإيمان الذي يثمر الخوف. أيها الأحبة، ليس الإيمان كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فلو سأل كثير منا نفسه لماذا لا أخشى الله رب العالمين، سؤال مرير. لو سأله كل واحد منا لنفسه لكان صادقا مع نفسه، لماذا لا أخشى الله رب العالمين، لماذا لا أتأثر بالقرآن، لماذا لا أتأثر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لا تهز قلبي الموعظة. ولو كانت سميعة أسئلة أظن أننا جميعا في حاجة إلى أن نطرحها على أنفسنا، والجواب من وجد في قلبه رقة في الخوف، أو من وجد قلبه خاليا من الخوف والخشية، فليعلم يقينا أن قلبه خال من الإيمان، أو إن شئت فقل فليعلم يقينا رقة الإيمان وضعف الإيمان في قلبه، لأن الخوف ثمرة حقيقية للإيمان بالله جل وعلا. فلا يتصور أبدا أيها الأحبة أن ينفك مؤمنا من خوف من الله تبارك وتعالى وإن قل، فعلى قدر الإيمان في القلب يكون الخوف من الرب سبحانه، وعلى ضعف الإيمان في القلب يكون ضعف الخوف من الله جل وعلا.
فالخوف ثمرة حتمية للإيمان، والإيمان الذي يثمر الخوف هو إيمان أهل السنة، هو إيمان القول والتصديق والعمل، وليس إيمان المرجئة الذي ينخر الآن في جسد الأمة نفرا. فكثيرا ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام يظنون الإيمان في أنفسهم، فإذا سمع أحدهم آية ما تحركت عينه، وإذا سمع أحدهم حديثا للنبي ما تحرك قلبه، وإذا سمع أحدهم موعظة بليغة ما ارتش فؤاده وما خشعت ونالت شوارعه. لماذا؟ لأنه لا يحمل إيمانا حقا صادقا. إن شئت فقل إنما هو يحمل إيمان المرجئة، يدعي الإيمان من غير تصديق حقيقي أو من غير عمل. فالإيمان الذي يثمر الخوف هو القول والتصديق والعمل. هذا معتقد أهل السنة في حقيقة الإيمان. حقق هذا الإيمان لتتذوق أو لتجني ثمرة الخوف من الله تبارك وتعالى. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالذلات والعصيان. هذا الإيمان له أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان له طعن. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له نور في القلب. روى الدجلمي وأبو نعيم بسند حسنه الألباني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. فالإيمان له نور في القلب، فإذا تراكمت سحب المعاصي حجبت نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحب المعاصي بالتوبة عاد الإيمان في القلب إلى نوره وإشراقه مرة أخرى، كما تنقشع السحابة فيعود القمر إلى نوره وإشراقه لأهل الأرض مرة أخرى. هذا هو الإيمان الذي يثمر الخوف. هذه هي حقيقة الإيمان الذي يثمر الخوف من الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف ثمرة للإيمان. لا يخشى الله عز وجل إلا مؤمن، ولا يتجرأ على الله عز وجل إلا من رق الإيمان في قلبه. ألم تسمع لقول نبيك صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالإيمان في هذه اللحظات ينزع منه كما ينزع الثوب، أو كما ينزع أحدنا ثوبه، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أو شبك أصابعه وقال ينزع الإيمان منه هكذا. فإن زاد وعاد إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان هكذا، وشبك بين أصابعه. فما هو الخوف إذن الذي ستثمره شجرة الإيمان؟ هذا هو العنصر الثاني، حقيقة الخوف. يظن بعض الإخوة أن الخوف من الله أن يستمع الآن إلى خطبة أو إلى محاضرة في الرقائق فتبكي عينه ويخشع فؤاده، ثم ينطلق بعد ذلك ليباشر الذنوب والمعاصي بنفس الجرأة التي كان عليها قبل أن يبكي. فيظن البعض أن البكاء هو الخوف، حتى ولو انطلق بعد ذلك إلى الذنوب والمعاصي. كلا كلا يا شباب، فما هو الخوف الحقيقي الذي سيثمره الإيمان الحق؟ ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. هذا هو خوف الصادقين، هذا هو خوف الواقفين عند حدود رب العالمين. إن أمر ائتلف، وإن نهي انتهى، وإن بينت له الحدود وقف عند حدود الله جل وعلا. هذا هو الخوف. ما نحن عليه الآن من جرأة، ثم نبكي في لحظات لنعود بعد ذلك إلى مفارقة الذنوب والسيئات، ليس هذا من الخوف في شيء، إنما هو خوف الكذابين. أما خوف الصديقين والصادقين هو الخوف الذي يحول بين العبد وبين معصية رب العالمين. سأل رجل الحسن البصري وقال له: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير، أي من شدة الخوف. فقال الحسن: والله إنك إن تصحب أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة، ومن تجرأ على الله في الدنيا كان من الأهل الخوف في الآخرة. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البيهقي في الشعر وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وعزتي لا أجمع على عفي خوفين وأمني، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة. فأهل الخوف من الله في الدنيا من أهل الأمن في الآخرة، وأهل الجرأة على الله وحدوده في الدنيا هم أهل الفزع والخوف في الآخرة. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال الله جل وعلا: وإياي فارهبون. فمن رهب الله وخشي الله وخاف الله أمنه الله جل جلاله في الآخرة ونجاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل يشرك على نفسه، أي من المعاصي والذنوب، فلما حضره الموت جمع بنيه أولاده فقال: إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني، وفي لفظ فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. فلما مات الرجل فعل أولاده ما أوصى به، فحركوه وسحقوه، وفي يوم عاصف نثروه، نثروا نصف ترابه في البر ونصف ترابه في البحر. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله له: كن. فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا. ثم قال الله له: عبدي ما حملك على ما صنعت؟ تدبر، ما حملك على ما صنعت؟ فقال العبد: خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. انظروا إلى ثمرة الخوف، خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له، أم فغفر له. ثمرة الخوف، بل لقد جمع الله لأهل الخوف والخشية أعلى مقامات أهل الجنات من الهدى والرحمة والخشية والعلم والمغفرة والرضوان. قال جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يعرف الله يخشاه، فالذي يعلم جلال الله وقدر الله يخشاه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. وقال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالله تبارك وتعالى جمع لأهل الخشية ولأهل الخوف أعلى مقامات أهل الجنات من الهدى والعلم والرحمة والمغفرة والرضوان. والخوف أيها الأحبة درجات وأقسام وأنواع، فهناك الخوف من مكر الله، أتأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكم من سعيد أصبح شقيا، وكم من غني أصبح فقيرا، وكم من صحيح أصبح سقيما، وكم من قوي أصبح ضعيفا. فبينما
بدر أحواله مستنير في ليالي التمام، إذ دخل عليه الكسوف، إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام، فبدل بالأنس وحشة، فبدل بالأنس وحشة وبالإقبال إعرابا وبالقرب إبعادا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، فسبحان من بيده الامور يدبرها كيف شاء، وسبحان من بيده القلوب يقلبها كيف شاء. فالخوف من مكر الله جل وعلا مزق قلوب الصادقين، من عرف الله جل وعلا خافه واتقاه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه، انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه. فالانسان لا يدري حال قلبه، فحال قلبك الآن يختلف عن حال قلبك بعد لحظات. فقد يصبح الإنسان على حال ويمسي على آخر. وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. ونحن نعيش الآن زمان الفتن، فقد يخرج الإنسان من هذه البيئة الطاهرة فتقع عينه على فتنة فتنقش في قلبه فيتشربها القلب. مرت امرأة على رجل فقالت له: أين الطريق إلى حمام من جاد، وهو مكان يغتسل ويتجمل فيه النساء؟ فلما نظر إليها الرجل وقعت المرأة في قلبه، فأشار إلى باب داره وقال: هذا هو حمام من جاد. فدخلت المرأة الدار، فلما علمت أنها وقعت في فخ المعصية زينت لها المعصية حتى تهرب، فقالت: هلا أتيت لي بطعام كذا وشراب كذا لنقضي ليلة كذا وكذا؟ فخرج الرجل هادما على وجهه فرحا مسرورا ليحضر الطعام والشراب. فلما احضر كل شيء وعاد الى داره وجد المرأة قد خرجت الى حال سبيلها، فخرج الى الشوارع والطرقات ينادي ويقول: يا رب قائلة يوما وقد ضلت، اين الطريق الى حمام من جاري؟ وظل يرددها هذه الكلمات وهو يمشي على وجهه في الشوارع والطرقات. وظل على هذا اياما قليلة حتى نام على فراش الموت، فذهب اليه ليلقنوه لا اله الا الله، فكان يرد عليهم بقوله: يا رب قائلة يوما وقد ضلت، اين الطريق الى حنان من جاري؟ وختم له بهذه الكلمات: ولا حول ولا قوة الا بالله. الم تسمع قول الصادق رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرق الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مرداة كالكوز مسخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم جنبنا الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. الخوف من مكر الله
والخوف من سوء الخاتمة مزق قلوب الصادقين. لا تغتر بما أنت فيه من علم أو طاعة أو عبادة، بل كن على وزن، وكن على حذر، وكن على خوف. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والخوف من عذاب الله في الآخرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاشت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب ما لي أوثرت بالمتكبرين والمتشبرين، وقالت الجنة: يا رب ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله عز وجل للنار: يا نار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال للجنة: يا جنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. انتبه. ثم قال ربنا: ولكل واحدة منكما علي ملؤها. اللهم نجنا من النار. وفي الصحيحين من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه، وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه أهون أهل النار عذابا. فالخوف من مكر الله في الدنيا، والخوف من سوء الخاتمة، والخوف من عذاب الله في الآخرة. يدور المؤمن الصادق بين هذا الخوف بأقسامه وأنواعه. لما ترى المؤمن دائما على وزن. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة، والحديث حسن بشواهده، قالت عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، أهو الرجل يذبح ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أيها الأحبة، قد يدعي البعض أنه يخشى الله، ولكن سأبين لحضراتكم الآن أننا أحيانا نكذب في الخوف من الله، ونكذب في صدق التوكل على الله، ونكذب في صدق اليقين بالله، ونكذب في صدق الثقة بالله جل وعلا. هذا إن عرضنا أحوالنا على أحوال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وهذا هو عنصرنا الثالث، ذلة من بستان الخائفين. قف على سير وأحوال هؤلاء العالمين السابقين لتقف على حال نفسك أيها المسكين، ولأقف على حالي وأنا أيضا والله من المساكين. هذا هو سيد النبيين. أعرف الناس بالله وأعلم الناس بالله وهو أخشى الناس لله. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كان إذا وقف بين يدي الله جل وعلا ليصلي صلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة ما سمعت مثلها قط.
وكان من بين ما قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. يقول أنس: تغطى أصحاب النبي وجوههم ولهم خنين، أي بكاء بصوت مكتوب. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء، أي أحدث صوتا، أطت السماء وحق لها أن تأت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله جل وعلا، إلا وملك ساجد لله جل وعلا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم من نساج على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تشعرون إلى الله جل وعلا. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد بسند صحيح بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، أي إسرافيل، وأصغى سمعك ينتظر الإذن متى يؤمر من نفخ الصور. فشق ذلك على أصحاب النبي فقال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن أعجب ما قرأت أيها الإخوة الكرام ما رواه البخاري أن عثمان بن مسعود رضي الله عنه لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، تقصد عثمان بن مسعود رحمة الله عليك أبا السائب. وعثمان هو أول من لقب بالسلف الصالح، وهو أول من دفن في البقيع، وهو الرجل الذي شهد بدرا. وثبت في رواية في سندها ضعف أن عثمان لما مات قتله النبي بين عينيه وبكى، وسالت دموعه على خد عثمان رضي الله عنه لما مات هذا الصحابي العلم. قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله قد أكرمك. فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمك؟ انتبه أيها المغرور، قال المصطفى: وما يدريك ان الله اكرمه؟ قالت: سبحان الله، فمن، يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله ان لم يكرم الله عثمان بن مسعود؟ فقال المصطفى: اما هو فقد جاءه اليقين من ربه، ووالله اني لارجو له الخير. ثم قال: بابي وامي والذي نفسي بيده لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، والذي نفسي بيده لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت أم العلاء: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، فلا تزكي نفسك ولا أزكي نفسي، والله لولا ستر الله علينا لهلكنا، والله لولا فضل الله علينا لهلكنا. فهذا تاريخ الأمة عمر. هل تعلمون عمر؟ عمر بن الخطاب ذلكم العاهل الذي قدم لدنيا الناس كامة قدوة لا تبلى ولن تبلى، انها قدوة تتمثل في عاهل كبير وحاكم عظيم، بركت الدنيا على عتبة داره بسلطانها وزخرفها وأموالها، فطلقها طلاقا دائما لا رجعة فيه، فقام لينثر على الناس طيباتها وخيراتها وكنوزها، وليبرأ عن الناس فتنها ومضلاتها،
فلما نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام هذا العاهل ليستأنس سيره ومسراه مع مولاه. انظر اليه ستراه هنالك يجري في حرارة الظهيرة على رمال المدينة التي انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار. انظر إليه ستراه يجري هنالك ويخرج عثمان بن عفان لينظر من شرفة ماله إلى هذا الذي يجري على هذه الرمال المنتهبة في هذا الوقت القاتل الفارق، والحرارة فيه تسهر الحديث وتذيب الحجارة. يا سبحان الله، إنه أمير المؤمنين، إنه عمر، وينادي عثمان: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو الفارق؟ يقول عمر: بعير من ابن السبقة، جبل من ابن السبقة، قد نزل يا عثمان أن شرب وجرح وأخشى عليه الدماء. فيقول عثمان: فتعال إلى الظل فإلى الماء البارد يا أمير المؤمنين، وكلف أحد عمامك ليأتيك من بعيد الشارب. فينظر عمر وهو يجري ويقول لعثمان رضي الله عنه: ارجع إلى ظلك وعد إلى مالك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عن هذا البعير بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة؟ ويستأنس عمر سيره مع الله لتنظر إليه هنالك وقد حمى رأسه، تلك الرأس الضخمة العظيمة العالية التي ارتفعت لتعانق فواكب الجوفاء، أو إن شئت فقل التي تواضعت فواكب الجوفاء وتنزلت لتشرف بتطويشها لرأس عمر. ستراه قد حمى رأسه تحت قدر أو قمار مشتعلة لينفخ في النار لينبش طعمة سريعة طيبة لأطفال يبكون من شدة الجوع. أنظر إليه فتراه هنالك يمشي في السوق يرى إبلا سمينة عظيمة، فيقول عمر: ما شاء الله، إبل من هذه؟ فيرد الناس: إبل عبد الله بن عمر. ويرد عمر: ابن عبد الله بن عمر؟ دخن دخن يا ابن امير المؤمنين، ائتوني به. ويأتي عبد الله بن عمر امام الزهد، امام الورع، امام التقى، القائم الصائم. يأتي عبد الله ويقف بين يدي عمر، فيقول له عمر: ما هذه الابل يا عبد الله؟ فيقول: ابل هزيله اشتريتها بخالص مالي واطلقتها في الحمى لترعى لابتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة يا امير المؤمنين. فيقول عمر في تحكم النازع: دخن دخن يا ابن امير المؤمنين، واذا راى الناس ابلك قالوا: ارعوا ابلك ابن امير المؤمنين، اسقوا ابله ابن امير المؤمنين فتسمن ابلك ويربو ابنك يا ابن امير المؤمنين. عبد الله قال: مرني يا ابتي. قال: انطلق الان فبع الابل وخذ راس مالك ورد الربح الى بيت مال المسلمين. هذا الفاروق الذي علم الدنيا العدل، الذي علم الدنيا التواضع، الذي علم الدنيا معنى القوة في رحمة وحلاوة الرحمة في شدة، نام على فراش الموت الذي أذل كسرى وأهان قيصر، ووصل إليه تاج وكنوز كسرى وهو قائع في المدينة. لما نام على فراش الموت بعدما طعنه العلج الوقح أبو لؤلؤة المجوسي، يدخل عليه ابن عباس، والحديث في صحيح البخاري، اسمع. فيقول ابن عباس:
أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبتك، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبتك، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، ثم صحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ولئن مت اليوم فوالله إنهم عنك لراضون، ثم شهادة في سبيل الله. فقال عمر: ذاك من الله به علي. ثم بكى وقال: والله إن المغرور من غررتموه، والله لو أن لي طلاع الأرض أي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. ولما نام معاذ بن جبل حبيب رسول الله على فراش الموت قال لأصحابه: انظروا هل أفتح الصباح؟ فنظروا وقالوا: لا. لما يفتح الصباح بحر فسكت قليلا ثم قال: انظروا هل أفتح الصباح؟ قالوا: لا. وماذا تريد؟ فبكى معاذ بن جبل وقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى معاذ وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. ودخلت فاطمة بنت عبد الملك على عمر بن عبد العزيز فوجدته يبكي، فقالت: يا أمير المؤمنين لم البكاء؟ فقال عمر: يا فاطمة، لقد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، ففكرت في الفقير الشائع والمسكين الضائع، وفكرت في الأرملة وابن السبيل والمكرور والمظلوم وابن السبيل وفي أشباههم في أقطار الأرض والبلاد، وعلمت أن الله جل وعلا سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم بين يدي الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت حجتي بين يدي الله جل وعلا. وهذا هو مالك بن دينار كان يقوم الليل يبكي ويقبض على لحيته ويقول: لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ ولما نام سفيان الثوري على فراش الموت وهو إمام الشهد والمرح، دخل عليه حماد بن سلمة فقال: أبشر يا أبا عبد الله، أبشر يا أبا عبد الله. فقال له سفيان: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أسألك بالله من الجنة وسلك ناركمين، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به الأرض من عذاب الله قبل أن أراه. وسفيان الثوري يقول لحماد بن سلمة: أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ ودخل الجسدي على الشافعي الإمام وهو على فراش الموت، فقال المزني: يا أبا عبد الله، كيف أصبحت؟ فقال الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولعملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا. وبكى الشافعي وقال: ولا أدري
تصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها؟ لا أدري. تصير روحي إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها؟ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فلن يمشي في خوفهم من رب العالمين. هؤلاء هم الصادقون، عملوا غاية الورع وغاية العمل، ومع ذلك هم في غاية الوجل والخشية والخوف. هذا هو إحسان الظن بالله، وهو ما سنتعرف عليه في عنصرنا الأخير. هذا هو إحسان الظن بالله، إحسان الظن مع إحسان العمل. لا يكون حسن الظن إلا مع حسن العمل. أما أن نتمنى على الله الأمان ونحن زرعاء على حدود الله وعلى شرع الله، لا يتورع أحدنا عن أكل الحرام، ولا يتورع أحدنا عن النظر إلى الحرام، بل يسمع أحدنا كلمات تجيب الحجارة وتخلع القلوب، وسرعان ما يخرج خارج المسجد لينسى ما كان عليه بين يدي علام الغيوب. لا حرج إن عاصفت الزوجة وانشغلت بالتجارة وانشغلت بالأولاد، لا حرج في ذلك. أنا لا أتكلم عن هذا، إنما أتكلم عن الجرأة في المعصية، أتكلم عن الجرأة في الذنوب. فماذا سمعت آنفا؟ اصدق في خوفك من الله، اصدق في مراقبتك لله، ولا يكون ذلك أبدا إلا إذا حققت الإيمان اتباعه. فالإيمان هو الشجرة الأصيلة التي ستثمر الخوف وتثمر الثقة وتثمر التوكل وتثمر الصدق وتثمر كل خير يقربك من الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا الصدق في الخوف منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. وأخيرا، فالمحسن الظن بالله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، وهم يقولون نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. تقول لمسلم من المسلمين: صل، فيضرب لك على صدره ويقول لك: ربك رب القلوب.
لماذا لا تتصدق وتخرج حق الله؟ فيقول لك اللي يعيش البيت يحرم على الجامع. تقول للمرأة استمر في حرام، فتقول لك أما تجوز هتحج. تقول لرجل يلبس الذهب، الذهب حرام، فيقول لك أعلم أنه حرام. تقول لرجل الربا حرام، فيقول لك علقها في رقبة عالم واطلع سالم. وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فلنحسن الظن بالله تعالى بإحساننا للعمل، بمراقبتنا لله، بخوفنا من الله جل جلاله. فمن اجتهد في الطاعة واجتهد في العبادة وامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحدود وسأل الله العون وزلت قدمه في حفرة معصية أو بئر ذنب أو جذبت أشواك الذنوب ثيابه، هذا إن جذب ثوبه وطهره بدموع الأوبة والتوبة وهو يحسن الظن في الله أن الله لن يخذله ولن يرده ومن يغلق باب التوبة في وجهه، هذا هو الذي أحسن الظن بالله وأحسن العمل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وتبدر الكلمات الجميلة جيدة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. تبدر وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب، انتبه لكلمات الحديث، وإن تقرب مني سترا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، فتقرب إلى الله وأتي إلى الله وزر إلى الله، هذا هو إحسان الظن بالله جل جلاله. حينئذ نبشر ونذكر أحاديث الرجاء، لأن كثيرا من الناس يتعامل مع أحاديث الرجاء تعاملا مختلفا، فهو يمني ويعصي ولا ينتظر الأمر ولا يجتنب النهي، ومع ذلك أقول لك ربك غفور. نعم، ألم تقرأ قول الله تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول. وهنا اذكر باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنطلق وبهذا المفهوم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره فاقتشع في ظلها وقد ايس من راحلته، فبينما هو كذلك اذ به يرى راحلته قائمه عند راسه عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال المصطفى: أخطأ من شدة الفرح، ففرح الله بتوبتك إليه، بتوبتك إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. وأختم بهذا الحديث الرقراق الذي رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو حسن الرجاء بالله، وهذا هو حسن الظن بالله، وهذه حقيقة الخوف من الله، وهذا هو الإيمان الذي يثمر الخوف من الله جل وعلا. أسأل الله أن يذيقنا حلاوة التوكل عليه وبرد اليقين فيه ولذة الخوف منه. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك، اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وصدق الخوف منك، اللهم ارزقنا صدق الخوف منك، اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وفي أحوالنا وفي أعمالنا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته. اللهم نجي إخواننا الذين صبروا في حر الشمس من حر جهنم، ونجنا معهم من جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاشيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بارك في اولادنا واستر نساءنا واخواتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واتمم النصر لاخواننا الشيشانيين، ونجي اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل دين وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مصر راحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء ونجها من الفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. احبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم ثم